السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنريكم كيفية حل هذا المشكل، وهو نقص ملف DLL. نقوم بتحميله من هذا الموقع fr-dll.fr. عند انتهاء من تحميله نقوم بنسخه في القرص الصلب سي. نذهب إلى القرص الصلب سي ثم ويندوز ثم الملف ويندوز. إذا كان سيستم 64 ننسخه هنا، كذا إذا كان 32 ننسخه في مجلد 32.